الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن كإدارة توجيه المعنوي واقفين قدام البخارية اللي معروفة بها مدينة سرت. هذه المنطقة اللي حاول يصور فيها المدعو صلاح بادي من حاجة يومين، لكن الشلط عليه ظهره وروح يجري للمسراسة. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، معنويات الرجال تعانق السماء، وابطالكم وقواتكم المسلحة لن يخذلوا أهل ليبيا بالكامل بإذن الله. لن يكون هذا مبتغانا بإذن الله. سنتجه إلى مصراتة وما بعد مصراتة. لن نكون مستقبلين لهم في مدينة سر بإذن الله منتصرين. وخلوا معنوياتكم عالية، وهذه البخارية قواتكم المسلحة تأمن البخارية وما بعد البخارية. وبفضل الله في هذه اللحظات، الساعة الآن الساعة 3:15 تم تحرير منطقة جارف 9 يونيو، ولم تتوقف المدفعية حتى الآن من دك معقل الميليشيات وفرارها باتجاه مصراتها. ونحن بإذن الله منتصرين. خلوا معنوياتكم عالية، معنويات تعانق السماء، قواتكم مسلحة مأمنة سرت وما بعد سرت بالكامل وبأعداد مهولة. وبإذن الله سلاح الجو يدق من فوق، والرجال حك على القطران باللوطة، وما ناش مسيبينهم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر.